للي بيقعد معكم انتوا عم تعزفوا هيك انتوا الاربعه، بتحسوا انه خلص بصير بيتنفس موسيقى هيك، بيمتلي بالموسيقى. مرحبا فيكم بسكاي نيوز عربيه، نزير، عروه، محمد وجابي. انا كثير سعيده اني اليوم مستضيفه فرقه جيتار سوريه ناشئه ولكن موهوبه جدا. اهلا وسهلا فيكم بسكاي نيوز عربيه. يعني بعيدا عن هدول المقدمات الإعلامية دائما انه كيف اجتمعتوا وكذا، كيف تصنعوا الموسيقى؟ كيف بتقدروا تلتقوا اربع آلات موسيقية، اربع أمزجة موسيقية في نوتة واحدة؟ هلا الموسيقى هي نحن بنشوفها فكرة، تمام، فكرة بنطرحها لأي حدا، تمام. هلا أهم شيء نحن نكون متفقين على هي الفكرة، متفقين على هذا النسيج الموسيقي اللي نحن بدنا نوصله لحدا، تمام. طالما نحن متفقين على هي القطعة و كلنا حابينها، فكتير سهل انه احنا نتواصل بين بعض، وهذا الشيء اي حدا بيكون عم بيحضرنا بيلاحظ انه احنا في خيط رابطنا احنا الاربعه نحن وعم نعزف، تمام. هذا الخيط هو الفكره اللي جامعتنا على هي القطعه، تمام، خاصه هي القطعه اللي عزفناها لان احنا موزعينها، تمام، فنحن حاطين بصمتنا فيها. طب كيف بتوزعوا ادواركم؟ يعني كيف بتوزعوا الموسيقى؟ كيف بتوزعوا المقطوعه الموسيقيه؟ هلا بشكل عام في شيء ستاندرد توزيع مثلا كلاسيكي، انه مثلا احنا لازم وقت نوزع لحن حدا بيمسك اللحن الاساسي، حدا بيمسك كوردات، حدا بيمسك على اي اساس؟ مين اللي بيمسك اللحن الاساسي؟ ما في واحد عنده السولو، بس واحد عنده البيس وكذا هيك، بس يعني مثلا محمد بيطالع البيس حلو مثلا، فانا بنلزق البيس فيه مثلا والابيت يعني برا الوزن او برا الايقاع دائما بنلزقها بمحمد لانه هو شاطر كثير بهالشغله. عروه نفس الشيء دائما هيك بيطلع كمان البيس معه حلو. وبعدين والجمل الموسيقية بنضل ناخذها نحن ابدا ما عم ناخذ دائما الجمل، بس يعني انه هيك عم يمشي الموضوع. طب بتسرقوا جمل بعضكم الموسيقية انتم عم تلعبوا موسيقى؟ لا لا مو هيك، لا هلا ما بنسرق الجمل اكيد، لا لا، حتى هلا مثلا بنطلع اللي عزفناه هلا محمد في الصوت الاساسي، انا صوت ثاني جابي كورد، وحتى حفلتنا كان مثلا شيء اربع قطع تقريبا عندي مثلا الصوت السولو، كان بعض القطع عند جابي عند نزير، محمد حزين بالحفله ما كان عنده ولا صوت، كان عنده هي بس هي هو دائما مظلوم على محمد، بس ليش بتظلموا؟ لا يعني بيعوض، يعني الله بيعوض على الشغلات الجايه، بعدين بالنهايه لساته سنه ثانيه حرام. بتعرف هلا انا كنت بدي، يعني كنت مفكره انه القاسم المشترك بيناتكم انتم الاربعه انه انتم الاربعه عم تدرسوا موسيقى، تمام، مع اختلاف سنواتكم الدراسيه يعني، بس ثلاثه منكم عم تدرسوا مجالات ثانيه. يعني انا بستغرب انه بهذا الوقت نحن صارت الموسيقى عندنا، يعني دراسه الموسيقى صار متعارف عليها، يمكن سابقا كانت غير مستحبه، بمعنى انه الموسيقى ما بتطلع يعني ما بتطعمي خبز لهلا. انت الوحيد اللي ضليتك مصر، انا الوحيد بس موسيقى. كيف لا هو كمان هو عم يدرس فن، انا عم بدرس موسيقى كمان لكن بمكانين مختلفين، مكانين مختلفين. هلا الشيء المستغرب انه انا وياكم لما كنا عم نحكي خارج الهواء انه انتم عم تشتغلوا ما عندكم مشكله انه هلا انتم تشتغلوا وتسمعوا العالم موسيقى بدون ريع مادي، او انه لازم يروح لريع مؤسسات خيريه. طيب من وين بدكم تعيشوا؟ هلا هذا السؤال نحن لهلا بنسال حالنا، بنحاول يعني نحاول نمشي قدر الامكان في تدريس طلاب، يعني كل واحد عنا عنده مجموعه طلاب بيدرس بمعهد بيحاول يمشي اموره. اي حدا يعني انا بشتغل بفرع ثاني مثلا، بحاول من فتره لفتره انه استلم مثلا مشروع هون، برمجه، شغله معلوماتيه، اي شيء له علاقه هلا بدراستك صار بيقدر يشتغل بمجاله كمان. فالواحد بيحاول يمشي اموره قدر الامكان، والا العزف هو للمتعه، وهي عن جد متعه حقيقيه وكثير حلوه. امتى رح تفوتوا بشكل محترف؟ طيب كيف يعني بشكل محترف؟ يعني امتى رح يصير العزف هو بشكل محترف ومهني ايضا؟ يعني يصير مهني في مقابل اكيد الاحتراف ما له علاقه بانه يكون لا لما بدك تحترف اكيد بده يكون في عندك اشياء انت عم تضيفها لك، وهيدي الاشياء اكيد 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 حقها مصاري كثير. نحن بنعرف انه الالات غاليه، حتى اذا بدك تسجل الصوت كثير غالي، اذا بدك تفوت على استوديو، هذا كلياته احتراف، بس هذا كلياته بكلف. احلك شيء، نحن مثل ما قال نحن بنشتغل بنعطي طلاب وبعض الاعمال الاضافيه، تمام، كل شيء بنطلع مصاري نحن عم نحطهم على هي الامور، تمام، على استديوهات، على تسجيل، على تصوير، حتى وقت عملنا حفله نحن تكلفنا عليها كلها، تمام. هلا نحن ما بدنا نفصل بس هي القصه عن بعضها، تمام، كونه نحن
انا بعرف كثير عالم تمام انه بس بيعملوا موسيقى بالحياه بس هن عندهم وظيفه ثانيه او شيء بيجيب لهم مصاري اكيد بس هن كثير موسيقيين مناح تمام بس الموسيقى قد ما اشتغلت فيها قد ما اشتغلتي فيها هي ما بتجيب هالمردود المادي يعني هي ما انا فكره ماديه انه انت ما فيك تعتمدي عليها بحياتك انه هي تجيب لك مصاري خلص انت بدك اياها بس مثلا متعه لانه بتحبي هذا الشيء فقط هو طب بتتذكروا اول مقطوعه عزفتوها انتوا الاربعه ببيروت اكيد فينا نعزفها هلا يلا حلو بتتخانقوا يعني كثير بتتخانقوا بالموسيقى بس لا خناقات يعني هي خناقات هيك الخناقات الطبيعيه بين اي يعني بنضل شايفين بحبوا بعض اثنين بحبوا بعض بيتخانقوا بالشغل اثنين اخواتي بيتخانقوا اثنين رفقاتي بيتخانقوا والكوارتيت بيتخانقوا تماما كلنا بنتخانق بس طبيعي يعني هي الحاله بس بتختلفوا بالشغل احيانا على اليه العمل او لا انه مثلا انا مو متمرن امبارح مثلا سفولي بهدله ياكل بهدله مثلاتي بالاضافه لانه انا بحكي اني انا طبيعتي بالحكي هلا هيك هلا بلش مثل ما قلت محمد عم اتمرن على اني وطي صوتي وانا عم بحكي انا طبقه صوتي عالي وانا عم بحكي مو بايدي الموضوع انا اسف يعني بغني نزيه لا طبعا حدا منكم بغني؟ لا اكيد لا لا ابدا لا ابدا طب يعني مثلا هلا هيك بيخطر لي اسالكم شو احلامكم؟ شو حلمكم كفرقة؟ قدي رح تضاينوا مع بعض؟ كل الفرق يلي بلشت بالبدايات بعدين كل واحد أخذ لقله يعني طريقه وحس إنه مشروع الفرقة إجمالاً نحن بالعالم العربي يعني لسه لهلأ ما عرفنا فعلياً كيف نتعامل على مبدأ الشراكة وهي حقيقة تماماً هلأ الفكرة إنه نحن كل واحد فينا مضطر أو مو بس مضطر يعني هو هذه حي حياته لقدام كلها إنه يضل عم يعزف لحاله أول شيء قطعه لحاله يعزف انه يكمل دراسه موسيقيه لحاله ويتخرج لانه نحن ما في مثلا ما في عندنا دراسه بتجمع الاربعه مع بعض بحيث انه كوارتيت فما ندرس متخرج مع بعض لا كل واحد يتخرج لحاله وكل واحد يدرس لحاله فنحن من هلا لاخر عمرنا عم نفك قطعنا لحالنا وعم نشتغل لحالنا هلا نحن الاربعه اكيد هن بيوافقوني رايي بنتمنى انه نضل اربعه سوا عم نعزف لاطول وقت او اطول مدة نقدر تماما وعن جد انه نطلع بقى نطلع نصير قصدي نطلع العالميه يعني انه نطلع اكثر من انه كصوتنا يوصل صوتنا يوصل لابعد مكان ممكن نقدر فيه وبنتمنى انه عزفنا نزير نحن صوتنا بدنا لا لا عزفنا يوصل لابعد مكان عزفنا يوصل طيب لو بدنا ننهي اللقاء شو بيخطر لكم تعزفوا؟ خلينا ننهي سعيده شباب دائما شو؟ سعيدين اوكي يلا 1, 2, 3, 4
شكرا لوجودكم بسكاي نيوز عربية، وأنا أكيد بتمنى لكم كل التوفيق بمستقبلكم. بعدكم بالبداية أكيد رح تحققوا شيء حلو. شكرا. إذن كانت هذه هي الفقرة الصباحية لهذا اليوم من دمشق.